وسبع تباي ابني الكبير. ما شاء الله. سلامتك يا ابني، شرفنا فيك. سلامتك عمي، تمام كيفك؟ سلامتك حجي، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. مرحبا فيكم عنا. عموما البيت بيتكم، قدامكم حلويات مشروبات، لا تستحوا من شيء. يا مرحبا، ما شاء الله. سيارتكم هاي المركونه برا مو؟ ايه تبعنا. انا موصيهم لدبوسي والعنكبوت، ولا حدا رح ينسى. هون الراديو ما بينسرق، هون كلكم بحمايه لاز. مين هو لاز؟ صهرنا الجديد، هو شخصيه اجتماعيه وكل سكان الخاره بتحبه. اوه هي اللي قلتها بالاخر، اجتماعي هيك انا. ليش هيك تاخرت بالرجعه؟ كنا عم نتخانق. كنا عم نلعب طابه مع ابو النار، رفقاتي اشتاقوا لي بالحاره وما بقدر اقول لا، لانه صار لي 17 سنه وانا بفرنسا، المساكين اشتاقوا لي. تذكرت كيف وضع الغربه معك. على كيفك الغربه سهله، بس شو بالغربه لازم الواحد يكون زلمه، فهمت علي كيف؟ بلحظه لو تغفل الله وكيلك رح تاخذك، مثل ما بيقولوا ماضينا قاسي، وبالغربه خليك عاقل وضرب بطاطس. مزبوط، لانه حبيبه حكت لي انك عايش بالكويت. كيف؟ ما حكت لي شيء. ما حكت لي حبيبه انك عايش بالكويت. عجبك الوضع؟ لا انا ما عجبني شيء، قتلني البرد بهذاك البلد، ما استفدنا منه. ايه بس شيء غريب، لاني ساكن قريب منكم يعني بدبي، والدنيا شوب كثير. المكيفات عم تبرد كثير هنيك. هيك صار، المكيفات كثير قوي. شفت شو هو ميدان شغلك؟ انا ما بشتغل بميدان معين، يعني ما عندي علم، يعني اي ميدان بلاقيه فاضي بهجم عليه وبحتله، فهمت علي كيف؟ سامحني عمي، بس كان قصده بيقول بيشتغل بالتصدير والاستيراد، هيك قصده؟ انت قلتها، بستورد وبصادر. شغل منيح. انا اشتغلت وانا شاب صغير، معناتها انت مقتنص فرص. معك حق بهي، انا بقتنص. ايه شغله منيح، بس وقت بيمشي بنشتاق نشوفه 17 مرة حكم على المستوى الوطني والعالمي. امي قصدها 17 سنة وهو بالغربة، ما بين المحلي والعالمي. ايه الله يحميك ويعينك يا ابني، الغربة ما نشي سهل. شوف عندك ابني رستم، اول شيء ما كان بدنا يمشي ويهاجر، بس هاي حياته وهو حرفيه. نحن ما بنتدخل بشغله، ساعات اجا وقال لي بده يطلب ايده. قالوا لي يلا نحن معك لانه بتحبها وبدكم تكون مبسوطين، هذا هو الهم، هذا هو الهم. انا كل همي ابني يتهنى. كمان نحن ما بنطلب غير تتهنى بدنا، وديروا بالكم عليها. هاي من شكلها تبع الليمون غير شكل. ما بيجوز هيك بأصابعك يا ابني، هي بتتاكل بالشوكه والسكين. بس نحن بنحب نغمس يا حجه. هو من لما كان صغير بحب ياكل بايده. وهلا متغرب بالخليج، وبالخليج بياكلوا بايدهم، سهله وبسيطه. معك حق، يعطيك العافيه.